مطلوب ايه من الاهلي في مش في ماتش بكره بس، في الخمس ماتشات اللي جايين؟ في حاجات كتيره جدا مطلوبه من اللعيبه، وفي حاجات كتير وحاجات اكتر مطلوبه من الجهاز الفني. خلينا بس قبل ما نتكلم فيها وفي تفاصيلها، هيشرفنا النهارده واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا، كابتن احمد فوزي هيكون ضيف علينا في السادسه، هنتكلم معاه في كل التفاصيل دي. بس خلينا نروح لتمرينه الفريق الاخيره مع زميلنا فاروق صلاح من جوه النادي الاهلي، يطمنا على التمرينه اللي بدات يمكن من دقائق. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خمس لقاءات متبقيه لنا حتى نهايه الموسم، نبداها بكره امام ايسترن كومباني. الحقيقه يمكن مع كابتن علاء عبد العال عامل شغل كويس، مباراه يعني نتوقع انها تكون سيناريو مشابه لاغلب الماتشات اللي خاضها الاهلي مؤخرا تحت قياده ريكاردو سواريش. ايه الجديد في تمرينه النادي الاهلي النهارده، وهل من الممكن انه يظهر اسماء جديده في سكواد الاهلي في مواجهه ايسترن كومباني ولا لا؟ يعني خليني اقول لك زميل احمد، اكد على نفس الكلام، ان مواجهه الكابتن علاء عبد العال ومواجهه فريق ايسترن كومباني في هذه التوقيت من الدوري، وانه سعيه للهروب من الهبوط بيزيد من صعوبه اللقاء، خاصه ان الكابتن علاء عبد العال واحد من المدربين طبعا المتمرس وبيجيد اللعب امام النادي الاهلي، سواء بيشتغل على النواحي النفسيه او الدوافع الخاصه باللاعبين امام فريق النادي الاهلي. تقدر تقول ان المران انطلق منذ دقائق قليله، قبل المران كان في محاضره بالفيديو لمستر ريكاردو سواريش مع اللاعبين، واتكلم طبعا على ايجابيات وسلبيات ونقاط القوه والضعف الخاصه بفريق ايسترن كومباني اللي اتفرج على مجموعه من المباريات واشاد بادائهم وقتالهم ولعبهم لاخر دقيقه في المباريات الاخيره، وقال ان واحد من الفرق المنظمه اللي بتلعب بشكل منظم مع الكابتن علاء عبد العال. المران التدريب النهارده طبعا من الممكن ان هو يشهد يعني اسماء، طبعا خلينا اقول لك ان يعني نتكلم على اصابات ونتكلم على بعض الغيابات. خليني اقول لك ان النهارده طبعا التدريب النادي الاهلي اليو ديانج مش موجود في التدريب، قدرنا ان احنا يعني مع الكابتن سعد حفيظ قال لي اليو ديانج خلاص حصل على الاجازه، كل اللاعبين طبعا اللي كانوا بيشاركوا في الفتره الاخيره كانوا حصلوا على اجازه، كان متبقي اليو ديانج. فيعني عقب المباراه الاخيره مباراه الاهلي امام مصر المقصه ومباراه كاس مصر تقرر حصول اليو ديانج على راحه خلاص من المباريات المتبقيه للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز. خليني اقول لك ايضا زميلي احمد، واحنا بنتكلم على مش المران قبل ما نتكلم على الامور، هيبقى في نواحي طبيه او خاصه باللعيبه المصابين، لكن النهارده كان في جلسه ما بين اكرم توفيق ومستر ريكاردو سواريش ومترجم الفريق النادي الاهلي كابتن محمد مدني. من الناحيه الفنيه من الناحيه الطبيه اكرم توفيق جاهز للمشاركه في المباراه طبعا بعد ما طمنا عليه من الناحيه الطبيه، يتبقى طبعا الرؤيه الفنيه لمستر ريكاردو سواريش. اكرم عايز يشارك النهارده قبل بكره، طبعا دي كلها امور متفقين عليها، لكن خلينا اكد لك ان بدءا من المباراه المقبله المباراه القادمه للنادي الاهلي امام فريق ايسترن كومباني من الممكن اكرم توفيق يكون جاهز موجود مع النادي الاهلي، اصبح خلاص جاهز. دي يعني تقدر تقول ابرز الملمح احنا شفناه قبل انطلاق المران والجلسه اللي جمعت ما بين مستر ريكاردو سواريش واكرم توفيق، اصبح زي ما قلنا بنأكد جاهزيته ان شاء الله خلال الفتره القادمه بدءا من مباراه الغد باذن الله. عايز اطمنك ايضا زميلي احمد على حاله اللعيبه المصابين النهارده، يعني طاهر محمد طاهر وحسين الشحات خلاص بيبداوا المراحل الاخيره من البرنامج التاهيلي، بتتكلم في اسبوع 10 ايام هيكونوا ان شاء الله جاهزين للنزول الى التدريبات الجماعيه والمشاركه في التدريبات الجماعيه. ايضا عمار حمدي والمراحل الاخيره الدكتور احمد ابو عبله بيتابعها للمراحل الاخيره لعمار حمدي، وهيكون خلال الفتره المقبله زياره ايضا للطبيب اللي اجرى الجراحه لاكرم توفيق لتحديد ايضا لعمار حمدي، معذره الطبيب اللي اجرى الجراحه لعمار حمدي هيكون زياره ايضا لتحديد موعد التحاق عمار حمدي بالتدريبات الجماعيه. في استمرارنا برضو حديثنا عن اللعيبه المصابين زميل احمد، محمد شريف وعمرو السليه تقدر تقول خلال ثلاث اسابيع هيشاركوا في التدريبات الجماعيه. بالنسبه للعيبه اللي حاصله على الاجازه، دكتور احمد ابو عبله اكد لي ان احنا متابعين معاهم طبعا البرامج التاهيليه او البرامج التدريبيه الموضوعه، بيتابع معاهم طبعا الاحمال، حاول ان طبعا اللعيب بكل لاعب بيمشي على الحمل الموضوع من قبل الجهاز الفني والجهاز الطبي طبعا، يعني قال هي فتره راحه يبقى في هدوء اكتر او توفير جو من الجانب الراحه النفسيه او الراحه الذهنيه للاعبين.
احمد نبيل كوكا، احمد عبد القادر. احمد عبد القادر موجود بيشارك في التدريبات اليوم، يعني من منذ اول امس بيشارك في تدريبات النادي الاهلي. احمد نبيل كوكا هياخد النهارده جزء من تدريب النادي الاهلي. دي زميلي احمد اقرب يعني الامور الخاصه باللعيبه المصابين، جبنا كل تفاصيلها اللي ان شاء الله اقربهم ان شاء الله اللي يكون موجود مع فريق النادي الاهلي. لكن على الجانب الفني مستر ريكاردو سواريش طبعا بيشتغل مع اللعيبه، شايف في شغل بيشتغل عليه على الكرات الثابته، بيحاول يستغل هذا الامر طبعا، يعني تضييق مساحه الملعب وتقليل مساحه الملعب واللعب على من لمسه واحده، كلها امور بيشتغل عليها. من النقاط المهمه جدا برضو زميلي احمد يعني في سياق كلامك على النادي الاهلي وابناء النادي، عايز اقول لك من اجمالي 26 لاعب موجود في تدريب النادي الاهلي، منهم 18 لاعب هو ابن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، منهم 18 لاعب من نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كاكبر رقم لاي نادي في مصر من هذا الكم من اللعيبه موجوده في فريق واحد. اعتقد ده رقم بيحسب ليه النادي الاهلي ودور قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اعتقد ان شاء الله يعني مباراه تكون مهمه زميلي احمد ان شاء الله، يعني ربنا يكللها بالفوز والانتظار، لان مستر ريكاردو سواريش لسه لحد دلوقتي بيقول انا متمسك بالامل حتى الصافره الاخيره. فاروق بشكرك شكرا جزيلا، دي اخبار تمرينه النادي الاهلي.